صباح النور حباباتي، ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير يا رب العالمين. رجعت لكم وفيديو جديد بعد طول الغياب، اسمحوا لي حباباتي، ما باليد حيله الا غالب، مع الوقت مع الجري مع شوي مرض ما لحقتش، بالكري كنت كامل التفاصيل كنت نصورها باش نحطها لكم، مين هذه نجي ندير المونتاج كل مره قصه هذا مكتب ربي سبحانه. النتيجة رايحة نشارك معكم اليوم أحسن فيديو تحبوه، مشتريات الصيف والعيد ومخلطة. المهم جملت لكم كاش حاجة شريتها كامل فيها الشهور الأخرين، منها نهدركم على فوائد تاعها و ميم طون تشوفوا شوية لوك تاع الصيف وش راهو كاين، وش راهو توندونس لي كولير دي برودوي ثاني إفيكاس. تابعوا الفيديو الأخير راح تشوفوا كامل التفاصيل. في البدايه لاول مره تدخل فيديو ما تنساش ديروا لي دعم، ديروا لي جيم، ديروا متابعه للقناه، ما تنساوش ديروا بارتاج مع صحاباتكم وحبيباتكم، هكذا باش تكبر لمتنا وتكبر عائلتنا. وان شاء الله في الفيديو تاعي راحين تشوفوا الا المتعه والفرجه والترفيه، الطاقه الايجابيه، وثاني رايح نشارك معاكم كل ما يفيدكم باذن الله، سواء طبخ سواء تحويس سواء مشتريات اي حاجه تحبوها. مي بور لو مومون راكم تعرفوا بلي الصيف والصيف شوي ثقيل والسخانه والتعب والمرض، جوست عود القضية تاع الدار والطياب هذيك الحاجة خفيفة، جوست شكشوكة سوب هذا ملي تاكوس هذا واش يحبوا البنات، يعني ما نديرش هذيك الحاجة المعقدة. اون بليس دو سا نروح نخدم الصباح نروح العشية، دي فوا نخرج كيما راكم تشوفوا نروح نتسوق ندير شوية شوبينغ، ونحب في الحقيقة مالكري نحب الشوبينغ نحب يكون في الاستاع مش في الضيق، سورتو العيد على بالي العيد جاي الصيف جاي الخرجات التحواس. كي جبت الكابات تاع الصيف واش نحكي لكم حباباتي، ما لقيت حتى حاجه تصلاح، قش البنات كامل ديجا قديم اللي فسد اللي فيه لي تاش اللي تقطع لي صغار عليهم، كيما تعرفوا البنات يكبروا عام عن عام يعني يكبروا شويه، سي بور سا اللي يطيش طيشتو اللي صلحيت ما تحطيتو كوتي، وخرجت درت شوبينغ توتال كل حاجه البنات ازيرو. وحبيت اليوم نديكم معايا تحوسوا كيما تشوفوا، ما خليت بكم حتى بلاصه، ديتكم لي بيع القش، ديتكم لي بيع لي ساك، ديتكم لي بيع لي شابو، ديتكم لي بيعوا لي سوفيتمون. بجايه ما شاء الله يعني فيها ياسر الحوانت كامل هايلين، مي انا في شخصيتي دائما نحب نحكم حوانتها كباينين، ما ندورش يعني بجايه كامله، ديجا راني عندي 3 سنين كاين بلايص لحد الان ما نعرفهمش، عندي حانوتي تاع الماعن باين، تاع لي سوفيتمون باين، تاع الكوسميتيك باين، نروح هكذا نقضي حوايجي ديريكتومون ونروح. ونهار اليوم حبيت نشارك معكم كامل التفاصيل وين رحت وش شريت، وفي اخر الفيديو ان شاء الله راح نشارك معكم اللوك النهائي بعد عناء طويل بين البلدان. ثاني كنت ديجا ديبلاسيت ثاني للصيف، ما لقيتش ساك هنا في بجايه اللي حبيتو، وليت ديبلاسيت للصيف شريت الساك كما قلت لكم، رايحه نشارك معكم في هذا الفيديو كامل التفاصيل. اون بليس دو سا نهدركم على لي بري على لي برودوي اللي شريتهم كوزميتيك، حاجه المليحه فيهم واللي ماشي مليحه، هذا ملي ساك ولي شابو طوندونس السنه حاجة يعني تبان لي مابقاش واحد مشراهمش، سورتو اللي يحبوا يتبعوا لا مود ويتبعوا الحوايج اللي طايحه جديده، سورتو هذا اللي يروحوا يبحروا ويخرجوا ويحبوا يكونوا شيك وبريزونتابل، يشروا هذا لي شابو، يشروا ثاني هذا لي ساك تاع السعف اللي جايين جدد. هذا الحانوت غريفا مود ثاني بحاجه اوريجينال توب في التوب، سورتو لي سوفيتمون لي شوميز دو نوي كامل لي غوب هكا صيف خفيف، رحت حتى هو فوت عنده وشريت شويه حويجات كيما قلت لكم، خطفت من كل بستان زهره كيما تعرفوا شي يقول المثل، ثلاث بنات ام وامهم وين دار تلمهم يعني باش تكسي روحك لبرا والداخل، والبنات ثاني لبرا والداخل لازمك يوم وثلاثه وعشرة وعشرين، سي بور سا تلقوني وين ما نخرج نخطف حويجه ونحب نبروفيتي الماكسيموم. كانت وحده ديجا سقستني في الفيديو السابقه قالت لك كيفاه قدرتي درتي عمرتي دارك، يعني تقدري بلا باي يعني جوست لا باي تعيشي بهذه الطريقة. أنا في الحقيقة نحب كل شهرية نح من هذيك العصام ونشري وش يخصني في الدار، كما شفتوني اللي تابعوني من أول الفيديوهات كل مرة نخطف حاجة، وصدقوني أي حاجة تشروها خير من دراهمها، يعني سؤال يسأل اللي ما يشروش وش يديروا بالدراهم، زعما عندهم مليار مخبي ولا عندهم يشروا هليكوبتر ولا يشروا طيارة شخصية ولا، صدقوني الدراهم اللي ما تشروش بها حاجة هكذا باينة للدار ولا ليكم كونوا أكيدين رايحة تروح في الماكلة. ودوماج كاينه وحده صاحبتي قالت لي جبت كوكوت ما عجبتنيش رجعتها، قلت لها هيه ومن بعد والدراهم واش درتي بهم، قالت لي راحوا، قلت لها شفتي مشكون حكمتي الكوكوت حتى كان ماشي مليحه خير،
هذا واش حبيت نوصلكم حبيباتي، استمتعوا الحياه واحده، ما تبخلوش رواحكم، الحاجه اللي في قلوبكم وصلتوا لها ما تبخلوش رواحكم حبيباتي. اليوم رانا كاينين، غدوه ما نش عارفين، الدراهم تروح وتجي. انا بيرسونيلمون هذا هو اسلوب حياتي من لي ديتراجلي، يعني مالغري راه شهر انا عباد بسيطين مي هكذاك، وما نبخلش على روحي بحتى حاجه. الحاجة اللي نلقاها وتعجبني ونلحق لها كما قلت لكم ما نبخلش روحي، والحمد لله مش بالضرورة ندير القصور ولا ندير الطوموبيلات الفخمة، الحمد لله دار بسيطة سيارة وعيشي حبيبتي. لخاطر الرجال حبيبتي كي تشفقي عليهم راه ما يهمهمش هذاك الموضوع، العكس تماما. قلشي روحك حبيبتي. هنا حباباتي كملت ديتكم الحوانت، رايحة نشارك معكم هذه المشتريات الخفيفة والبسيطة. أول حاجة حبيباتي راح نشارك معكم هذه لاراب، حاجة توب في التوب، حاجة بروفيسيونيل جاية في لينوكس، روعة يعني، حاجة مليحة عندي مدة نسخف عليها وشريتها. هذه لاباراي شريتها سبيسيال للكوزينة باش ندير فيها ليزيس، لخاطر البنات يهزوا ذيك القرعة الكبيرة ويعصروا يعصروا. شريت لهم هذه في الحقيقة سهلت عليا المهمة، حاجة توب في التوب. شوفوا هذه البطة واش تهبل، هذه شريتها سبيسيال للكوزينة، نحط فيها الخزم في الليل باش يقدر، وصباح نلقى هنا. شوف هذا ملي بواط حاجه بيرفكت، يعني جايين صغار تحطي فيهم حاجه كي تفضل لك، مثلا كاوكاو ترحيه، جوز الهند، كيما تعرفوا انا طيب شويه الكاطو، يبقوا لي هذوك لي تخيك الفيلي ساشي. هذا ملي بواط حاجه توب في توب، وان شاء الله راح نزيد نشري جروب اخر خير من تاع القزاز. هذا ملي دونتيفريس تاعي عندي ملي جبتها لي حبيبتي فيروز ما بدلتهاش، حاجه توب في توب معايا. هذا ملي بروس ادون كنت شاركته معاكم قبل ثاني سيليكون، وهذه الدونتيفريس ما نلقاهاش ديما، سي بوغ سا شريت دو بواط لي بروس ادون. يخي يقول لك مده على مده بدلي، بدلت البنات كامل. هذه الريحه وما نحكي لكمش صيفيه، بنتها توب في توب. وجبت لكم ثاني حبيباتي معايا هذو لي بروس سبيسيال تاع ليسور، حاجه روعه يعني. البنات كانت عندهم وحده ديجا وتكسرت لهم دوموندو يعني وحده اخرى، وليت كي لقيتهم ثاني هام كيما راكم تشوفوا جايين بون بري. شريت لهم زوز راكم تعرفوا ثلاث بنات ربي يبارك، وحده تهز وحده تحط، قلت اما كي تكسر وحده يلقوا الثانيه، وحتى هما ثاني ما نلقاهمش ديما، كاين غير جوست حانوت واحد يجي يجيبهم، سي بوغ سا شريت زوز. وذرك حبيباتي نروحوا للديودران، كيما تعرفوا الصيف الصيف لازم ديودران. شوفوا اشروا قرعة ديودران ما تشروا حتى حاجة، الصيف لازم ديودران. كيما سبقت شاركت معاكم عندي دوف، هذه ما نستغناش عليها كومبليتمون، جوست نبدل ليكو في الشتاء ندير كما شفتوا جوز الهند ندير هذيك البلو، وفي الصيف نحب ندير هذم الارواح فريش، تفاح انزاش رمان، ريحتهم تهبل وروعه يعني. اون بليس دو سا تحكم العرق هذه ديودران، وتخلي طوابك تاعك بلونش ما يكحلوش، حاجه روعه. اون بليس دو سا القرعه تحكم لك مده كبيره، خير ما تشري هذيك اللي فيها الالكول ما فيهاش البودر، تبان لي ما عندها حتى دور يعني ما عندها حتى نتيجه. الفو تشرو حاجه مليحه وغاليه خير وخير. وبالنسبه للرجال كاينه نيفيا هذه اللي شفتوها ثاني حاجه روعه. روحوا درك للشامبو والجيل دوش، عندي الشامبو ما نستغناش عليه، اللي تبعني يعرف الكو تاعي، دي فوا دي فوا هكا نبدل ونعاود نرجع للحوايج تاعي نفسهم نلقاهم هما اللي فادوني. نشري دائما سانسيلك حتى هو نبدل فيه جوست الكولير، دي فوا نشري الغاز، دي فوا نشري بوكو بلوس انوار لي انا كي عاد شعري نوار، والبنات ساعه ساعه بدلهم جيب لهم ماركه اخرى. وهذيك القرعه اللي شفتوها تاع الجيل دوش نيفيا، دائما نشري هذه القرعه الكبيره تحكم لي موده، نخلط دي فوا دوف دي فوا نيفيا. الماركه تاعهم تحفه كيما قلت لكم، القرعه تحكم لك مده كبيره لخاطر جاي ثقيل، اون بليس دو سا تخلي الكور تاعك ارطب وريحته مليحه مده طويله. ويبقى الادمان دائما هاو يتبع هذا شموع، هذا افكار للديكور. هذه السله شريتها عجبتني باش كي نخرج للبحر ولا حاجه نحط فيها حوايج، كيما قلت لكم راهي لا مود سنا هذه السعفه. وشريت هذوك لي بوجي ثاني ريحتهم روعه وما نستغناش عليهم، مالغري يعجبوني الانواع الاخرين مي هذم ريحتهم تحفه في التحفه. وشريت هذيك الصغيره باش نديرها في هذيك اللي ندير فيها البرودوي تاع البخور. كملنا هذم الاكسسوارات الخفيف، دركا نروحوا لللبسه. كيما قلت لكم راه جاي العيد، راه جاي الصيف، جاي الفاكونس، سي بوغ سا هاو لازم نكسي البنات شويه، سي بوغ سا خرجت عندي يامات هكذا كل مره نخطف حاجه. شريت لهم هذم لي غوب جايين في الكتان، التيسي تاعهم ارطب وبارد. شريت لهم معاهم هذم لي كلاكيت لي راهم طوندونس،
جايين في الغاز. ساره سلاف تقريبا دائما شريهم كيف كيف. هذه تاع ساره شريت لها معها شابو في الغاز، وهذه تاع سلاف كما راكم تشوفوا لا غوب جايه شويه في الروج بريك، جاي فيها البيج. سي بوغ سا تبعت لها هذه الكلاكيت في البيج هكذا باش ما يتخالفوا وما يعودوش نفس الكلاكيت، يميزوا كما نقولوا على بعضهم. وشريت لها حتى هي هذه الكاسكيت في البلون، وهنا يبقى الذوق تاعهم. هذه قد تشري لي غوز والاخرى قالت لي اشري لي بلون. او ميم طون الكندوره كما راكم تشوفوا فيها فيها البلون، والبلون جي مع كامل اللبسات. وهذه الكلاكيت ثاني توندونس خفيفه في الصيف يلبسوها ان شاء الله ويخرجوا بها لي غوب تاعهم، جايين هكا ايفازي جايين بروتيل، حاجه روعه. كنت مود ملي شريتهم بالله اعلم 320، هذيك لي كلاكيت شريتها 140، والشابويت شريتهم على 100000. وثاني شريت لهم هذه التبديله جايه شورت، وهذا التريكو شوفوا واش روعه لي كولير تاعو، جو متناسقين مع الشورت ومع الشابو. وفي الحقيقة كل ما نخرج نخطف حاجة، يعني ما شريتش هذم الحوايج كامل في نهار واحد، لا خاطر أنا أصرح نخدم نخرج العشية روطار، نخرج بيه 6 ولا 7 ما يكفينش الحال باش تشري كامل الحوايج. كل مرة نخرج نخطف حاجة. هذم لي كلاكيت روعة جايين خفاف، جايين أورتوبيديك شريت ليا والبنات كامل مع بعضنا. وكانت هذه التشكيلة الألوان الصيفية كما راكم تشوفوا تهبل، لبسوهم ديجا البنات وراحوا بهم للصيف. رايح نشارك معاكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. سولاف شريت لها الميم موديل حتى هي، جوست بدلت لها الكولير. الشورت تاعها جاي في البلون، الكاسكيت تاعها في البلون، والكلاكيت هاي نفسها جايه البيج مع التريكو. او ميم طون ساعدت مع الكندوره دي توني ما شاء الله جوهم تحفه. واكيد لي سوفيتمون كيما قلت لكم البنات هم يكبروا، شريت لهم شويه تاع لي سوفيتمون. وشريت لهم هذم الكيكينات توندونس كيما راكم تشوفوا جايين رولي مش ما نورمال للصيف، اكيد مع لبساتهم مع لي غوب تاعهم. وشريت لسوزان هذه لغوب صيفيه تهبل تهبل، جايه جوست 180000 ماد ان لسبان، جايه خفيفه في لاطوا والكولير تاعها كيما راكم تشوفوا صيفيين 100%، جايه بروتيل ومتالي هكا بلاستيك، لبستها تحفه. شريت وحده ليا وحده سوزان، سوزان شريت لها هذه في الغوز، وشريت لها معها هذه الكاسكيت تاع الصيف. يا اخي قلت لكم في البدايه راهم توندونس هذا الموديل تاع اسعف، ومعاه اكيد الساك هذاك ثاني تاع اسعف، جايين اسورتي مع بعضهم هكذا باش نروحوا للبحر ان شاء الله. تهز فيهم البرونزاج تاعها ولونتي سولي ولا بري سولي، وحاجه او ميم طون كلاس وبرستيج. بالنسبه للعيد شريت لها هذه لا غوب كاش كور، عندي مود سافي لونطون مع لقيتها شريتها لها، شريتها لها 420000، جايه هكذا كاش كور كيما راكم تشوفوا بهذه الشرشيفه اللي جايه بجنب. كي لبستها سوزان زدت فيها جمال، جايه في الغوج. وشريت لها معاها حتى هي كلاكيت جايه في البيج، ومعاهم هذه الكاسكيت البلون اكيد رايحه تلبسها مع حوايجها كامل. كما نحوايج العيد دوكا نروحو لحوايج الدار. كيما تعرفوا البنات كبروا الله يبارك، العام اللي فات كانوا يعني طاي ودرك ولو طاي، سي بوغ سا لازم نشري لهم شوي حويجات تاع دار. وكيما تعرفوا في الصيف نحبو نلبسو جيست لكتون حاجة تكون باردة ومستاسعة، سي بوغ سا شريت لهم هذم لي غوب. كنت عندي مود حتى هما ملي شريتهم حطهم بنت السلطان جست 50000 شريت ليا والبنات وحده وحده، حاجه روعه كيما قلت لكم جايين في الكوتون وميم طون لاغج هكذا باش كيلبسوهم يستراحوا فيهم. وشريت لهم ثاني هذو لي غاب كيما راكم تشوفوا جايين هكذا بهذم لي فلور فيغ ستيل فلامينغو. كنت شريتهم ديجا كي رحت البسكرا ديك المره من الحانوت اللي يبيع الميزان، حاجه توب هذا الميزان يعني والله سهل علينا. ماذا بينا كيما تعرفوا احنا نشرو ياسر والبنات متطلباتهم ياسر، يعني قد ما لقينا الحاجه هذيك موان شير خير وخير. هذا ثاني الله اعلم شريتهم جوست على 50000 ولا 60000 الوحده، ومعهم هذا ثاني كيما تعرفوا حوايج الميزان جايين حوايج لامبورتاسيون تاع ليسبان، دي فوا سا ديبون كل مره كيفاش، حاجه كوتون ويعني 100% كوتون، حاجه روعه سورتو للصيف. وشريت لهم ثاني هذم حتى هما من تاع الميزان على 50000 حتى هما ولا 60000، حاجه روعه كيما راكم تشوفوا جايين ديك غادي في الكولير يمشيو كليرو اون بليس دو سا جايين بروتيل.
وقصار من قدام يجو طوال من تالي، حاجة ثاني تحفة. وكما قلت لكم يعني الحياة هذه راي نظام وتسيير، كيما كيعود عندك الأولاد مش كتخلي روحك بريسي آخر دقيقة وتنوضي تشري هكذا، وما تلقي حويجة 50 100 أخطفي، كيجي هذاك السيزون تلقي روحك ديجا شارية. مثلا درك أنا ونخرج ونلقى حوايج تاع الشتاء نشري، سيغتو كيعودو بون بري ونخبيهم، ان شاء الله كي يجي الشتا يلقاني ام وجدتهم. والفرحه صدقوني خير من كي تشري الحاجه سير بلاس. كي يجي هذاك السيزون تلقي عندك حاجه من العام اللي فات طيري بالسعاده. وراه وقت البحر ثاني، شريت السلاف هذا المايو، حبت يعني حاجه هكا تعود مستوره شويه، جايه ستيل سيكليست مع هي جايه شويه الله يبارك غروند تاي. سلاف شريت لها وساره ما لقيتلهاش، كي نلقى لها ان شاء الله نزيد نشري لها. كملت حوايج البنات، درك نروح روحي انايا، حتى انا حبيباتي ما نفرطش في روحي ونحب دائما كل كلاس وبروبر. شريت لاغوب هذه كيما تاع سوزان جايه في البلو حاجه تحفه. وثاني شريت ياسر حويجات للدار، حتى انا حويجاتي ديجا فزدو طيشتهم، العمر واحد وحنا نخدمو باش نمتعو رواحنا ما نحرموش ربيع رواحنا. شريت هذه البيجاما، شوفوا لا كولور تاعها كيف جاي يهبل يهبل، جايه كوتون حتى هي 100% ماد ان ليسبان حتى هي، شريتها الله اعلم على 220 ألف، جايه هكا شورت صيفيه تهبل تهبل وجايه كيوت اون بلوس. شريت معها ثاني هذا بوستي وشورت ثاني خفيف جايين كوتون، حاجه روعه للدار. بيجامة هذه كنت شريتها من بسكرة حتى هي من الميزان جوست 120 ألف، شوفوا لي بري تاع الميزان كيفاه توب في التوب، سورتو في حوايج الصيف كيعودو خفاف ما يهزش الميزان تاعهم، رغم انه راهو شوي ولا غالي الميزان هنا كيما حنا هنا في بجاية على 450 500 الكيلو هكذاك، ويجيك بون بري بارابور الحوانت. الحوانت شوية غاليين علينا، خرجت عندي نهار ولا زوز لي غوب تاع الصيف كامل من 590 واطلعي واش يقدنا يعني باش نشرو كامل. البيجامه هذه جايه تحفه، السروال تاعها جايه في الكتان والتريكو جاي في الكوتون، حاجه روعه. وشريت هذه لاغوب حباباتي واش فرحت بها، خفيفه ريشه، شريتها 140 ألف من عند غريفه هذاك اللي قلت لكم يبيع لي سوفيتمون، يبيع لك نادر ثاني خفيف، حاجه لاطوا خفيفه كتان روعه تهبل جوست 140 ألف، جايه بروتيل. شريت ثاني هذه البيجامه، عندي مناسبه ان شاء الله عرس كيما تعرفوا كي تروحي للعرس لازمك البيجامه لازمك القندوره لازمك قش العريس هكذا حباباتي. كيما قلت لكم وين ما نخرج ونلقى حاجه تناسبني نخطفها، واي حاجه تشريها كوني اكيده راهي خير من دراهمها، على خاطر دراهمكم تشريهمش حاجه هكذا باينه رايحين يروحوا منا ومنا ما تستفيدي والو. هذه البيجامه ثاني تحفه، شريتها شوي غاليه على الله اعلم 350 ولا 40. السروال تاعها جاي في الكتان يعني مشو جاي كتون كتان، تقدري تلبسي حتى البرا مع شوميزي ولا مع حاجة خفيفة. ومعي هذا البول جاي كوتون حاجة ثاني كتلبسيها يعني حاجة كلاس وتحفة. انا ثاني شريت هذه الكلاكيت جايه في الغوز، رايحه تجيني اكيد مع اللبسات اللي شريتهم الغاء كامل، حتى هما تقريبا فيهم الغوز لغوب، هذه البيجامه الاخرى كامل، والغوز كما نعرفوا يجي مع اي لون. والبيجامه راني مبين لكم فيها مليح جايه بلي بوش ايتو. كملنا الدار دوكا نروحوا للخارجه، انا كل سيزون الفو نشري لبسات على الخارجه كامله مجموله من خمارها لساكها لسباتها. وفي هذا الصيف خيرت هذه لاغوب جايه ساتا، ما نكذبش عليكم حبيباتي حبيت غوب لوحه هكا كامله مجموله ونخرج من لوح جيلي ما نلبس فان غوب، سي بوغ سا لقيت هذه لاغوب عجبتني. والكولير تاعها طوندونس جايه كما قلت لكم ساتان، جايه بلي بوتون، جايه ايفازي، حاجه روعه لبستها خفيفه كالريشه اونديغي با لابسه. شريتها الله اعلم 540. وشريت معايا هذا الصابو في الاورانج البري تاعو ها هو 290، يعني الصابو ما شريتوش على اساس عجبني، جوست كي لقيت الكولير متناسق مع الاورانج هذا شريتو. جو روعه وتحفه مع بعضاهم، وان شاء الله نهار اللي نلبسهم اكيد راح نشارككم الريزلت النهائيه، خليتهم ان شاء الله للعيد اللي عطانا ربي العمر. وكملت نسقت لهم احوايجهم الخمار، دور الدوره حول العالم باش لقيتو، رحت كيما قلت لكم حتى للصيف وما لقيتش، جا الكولير تاعها شوي صعيب يعني اي لون نشكلو معاها يجي بعيد. وشريت هذا الساك، الساك هذا مت عليه وكيما قلت لكم درت بجايه كامل ما لقيتوش ارميس في الاورانج حبيته عندي مود انا سيخف عليه، وليت رحت للصيف على جالو
وشريته، شوفوا حاجة تحفة في التحفة. شوي غالي شريته والله أعلم، على 950 ألف. مي حاجة أوريجينال، يعني حاجة كي تهزيها هكا وتعود أوريجينال، تحسي روحك أنيقة هكا وبرستيج. أنا نحب ما نكذبش عليكم، رغم أني نكدد، مي كيما قلت لكم كي نلحق الحاجة نشريها. الحمد لله يا ربي، ربي يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. وجبت لكم ثاني حباباتي هذا الملمسيسك تاع الخمار، حاجه توب في التوب. عمرنا كامل رحنا نحكموا بهذاك المساك، داير فينا حاله ما يخرجونا هذه التخيكه، حاجه توب في التوب. كملنا اللبسه حباباتي، دركا نروحوا للفريش. كيما قلت لكم حباباتي، انا كل شهر ولا كل مده نكمل حاجه نروح الحاجه. عندي مود ما شريتش حويجه هكا للشمبره تاعي، سي بوغ سا حبيت نشري هذا الدرافي البلون، قلت هكا كاش مناسبه ان شاء الله راه جاي عيد زواجي اللي عطانا ربي العمر. حاجه بلون كي تفرشيها اكيد راح تكون انيقه وتزيدك جمال في الديكور تاع الشومبر تاعك. هذه حاجه ثاني اوريجينال شريتها، شريته شوي غالي، هذا شريته على 1,500,000، مي ما خسراش. انا دائما هكذا نخطف مده على مده هكا، نخطف حاجه غاليه مي تقعد لي العمر كامل، مش خساره في رواحنا يعني. خلي ان شاء الله نفرشوه بالصحه والهنا، وكي نفرشوه ان شاء الله اكيد رايحه نشارككم النتيجه تاعو. جاي درا ومعاه زوز مخاد بالدونتيل وزوز مخاد سامبل، ومعاه هذا الدرا الفوقاني اللي يجي ستيل زعما كوفرولي. وشريت ثاني هذو المخاد اورتوبيديك، هذا ملي يتنفخو مش مغاليين، جوست 75 ألف. مخادي عندهم مود، فتحتهم قديه المرة يعني، عودت نفشت لهم هذاك لوا تاعهم يفسدو شوية، حبيت نشري حاجة جديدة شريتهم. وشريت معاهم ثاني لدراء، لدراء تاع لا شومبر كيما تعرفوا، قد ما تشري وقليل سيرتو مع الصيف رانا نبدلو كل نهار زوز نبدلو الدراء، سي بوغ سا شريت معاهم الدراء. هذا جاي في الكوتون، كنت رايحة نخيط مي طلعت حساباتي لقيتها نفسها، وانا ما عنديش الحظ مع الخياطات، عمري ما خيطت قندورة وجدت كيما حب قلبي، ولا عمري ما خيطت الدراء وجا كيما حب قلبي. اياك لقيت هذا واجدين شريتهم الله اعلم على 380 ألف، لونهم تحفة، جاي هكي ما راكم تشوفوا فيوغوز فيغ بالكغي، جاي اسورتي مع البنتور تاع الشمبرة تاعي، حاجة مليحة. وكما قلت لكم كوتون 100%. شريت ثاني حباباتي هذا من الطابيات تاع الكوزينة، كانوا عندي غير وحدة يعني بياسة واحدة، يعني كي نحهم نغسلهم ما نلقاش البديل، سي بوغ سا شريت هذا، حاجة روعة كولارهم كري، جاي اسورتي مع الكوزينة تاعي والمعن تاعي، شريتهم الله اعلم جوست 140 ألف، حاجة خفيفة وان بليس دو سا يتغسلو في الماشينة، حاجة توب. سي بو حباباتي، كانوا هذو هما بعض المشتريات اللي شريتهم، هاني شاركتهم معاكم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم، ان شاء الله يكون عجبكم ذوقي، ان شاء الله تكونوا شفتوا حوايج استفدتوا منهم. انتظروني في فيديوهات قادمه ان شاء الله، راح نشارك معاكم وحده تكنيك درتها لوجهي اون بليس دو سا لي برودوي اللي شريتهم، باش قالت لك لازم يعني باش تكملي مثلا كي ديري حاجه داوي وجهك لازم تكملي ديري له حوايج باش تواصلي يعني هذاك العلاج. ثاني راح نشارك معاكم خرجيات توب في التوب، في بجاية في سطيف، مشتريات أخرى، انتظروني في فيديوهات قادمة بإذن الله. أترككم في أمر الله وحفظه، تهلاو في رواحكم حباباتي، ما تنساوش تدعموني بالجيم وبالكومنتير اللي رايح أكيد يشجعني باش نشارك معاكم فيديوهات أكثر، وديروا بارتاج مع أصحاباتكم وحباباتكم هكذا باش تكبر لمتنا وتكبر عيلتنا. في أمر الله وحفظه، تهلاو في رواحكم حباباتي، حبكم.